والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عاشر كان وكيل لبا بقول تمانية سقالات كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بين قوس وجري باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. حبابي هاي كساب سيا هاي إعطاء المؤلفة كو الله صوت ميو الله سيا قلوب قلوب تضل الله صوت ميو على الإسلام إسلام كل الله صوت ميو الله سو تشيد يو إن وحلا سيا الله غرنا ذا الدنيا ده ما دام إيمان كذا وسنحوك بدنين يا وتصبر من قوي إيمانه نينك إيمانك سحوك بدنين هاي إنه دول قاتو تصبره أو صبره قدين تصل الله قدين أيوه خواسي إسلامك كعصب هو الدنيا الله سين أيوه أما إلا صبر سيو هذا صبر الله يده هذا أنت أنا جود قال المركة حديث كهوري حلا قدام بي عشر كي دودي قابنا إذا أحمر تصوب بناها أيوه صحابي جيس سعد نوقاس أها نينكي نبي جو كتري كصاب سنيد اليوم البخاري جماعة وحيقبان من السلف كمذا جمهورنا وبلوتر يا مرقة قاركوت إن إسلامك إيمانك إسكمديه الإسلام والإيمان وإسكمدي هاي هدي لك على قادنا وحيقبان إسلامك جون الله شيعي وإسلامك إسلام المنافقين منافقين إسلامك هذي وإن الكلمة إيوه ظاهر لي مادن أيوة حق أورك يهوستا قال كا صدرت البخاري حديث كحوبة باجتباب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل وصوح أركا أو مسلما تاسي النبي ننكاس إيمانك دبتها إسلامك دبتها أدي ذو كتكوري حق أنه النبي أسوغي إسلامك ظاهر كام عن هذا رأي تاينك هو منافق يسعدو أذو إيمان هاوقرين إسلامنا هارافين هل كاسو سوق بخاري لماري رك بدن بارا كتاقر سان قضية دا إسلام كي إيمان كوري إسكم مديهين هدي لك لقادنا إسلام كو ظاهر كو قد عاية ظاهر كاسو تسهاية نفاق أيو هل كاسي مرين أبو عبد الله المروزي با كمدا أبو جعفر الطحاوي با أسنا سوق قرش ابن عبد البر وذا دانا جمهور السلف بيبو أتيريانو مروز أو كمدي هاي ابن رجب ابن تيمية يرك بدنا يا خطابنا وهو شواد ديدنا وكمر من سيدا أي مرين وذا دها كله أحمدنا لقسو قريا صحن إسلام كي إيمان كوا كلا دوي أسوق النفاق أوسن شيرين يا إسلام كوا لوح مبارا عماش ظاهر كأ وأعمال الجوارح إيمان كان لوح مبارا عمل كباطن كقلب كأ أدير لك على قدرنا قصة ماها إسلام كون النفاق إسلام نفاقية مركا تفريقا صحة هدي كل مانا وهل مدلا شيئنا كي كل وقوه سنبين يهي هدي لك لقادنا إسلام كنا ظاهر كي أعماش الجوارح ده لغو حنباري إيمان كنا باطن كان لغو حنباري رأي قاسا صحة سيدة فقير يا مسكين لوك لقادو ربي إله لوك لقادو كله أي مسلمي إيمان مسلمي مؤمن يا إسلامي إيمان لوك لقادها هي لكن هوش بخاري أسوه وحب مركا ساو أركي أحاديث مركا تلمانتي وذات كان إنه مهاجري يعني أو جعيل صحابي يقول أورنجري أوي هاي من سراقة المهاجري إنه يا سو روايات كاتسا كما أصحين صدرت يدبو هالك هالمري سيدا صواب كنا وحوي نبي يقول حديدين يا هاي وحن وحي الشيخين أظن هذا حقيقة أهب إن هذا إيمان أقر لأنه عمل باطنة لا يعلم إلا بوحي وحاكو قفل هذا المسلم تاي وقف إيمان وغمقراتي كعيس إن الإسلام وغمقراتي كعضه قطر هو مسلم انت ساكو قفلا حديث كيها إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان وخلاف باكتشرة سحديث سؤاد باللغة مرمى إيمان كان لغو حنباريا إسلام كظاهر كأها إيهو قانسا كظاهر كأها إنها سنبات ماشي كتشرة باب كان أدو حكوسة بسنية هاي الدنيا دو إن روح لغو رونادو كمتو سيسو رونادي لغو رونادي إنو داتك كفي عاية إيهو حادعي كرتاساق إن لغو دانيني أو دين كيسا لغو إلاليني أو دمير كيسي إيهو دماعي كيسي لغو صوت دباليو حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري أخبرنا عبد الله بن وهب المصري أخبرني يونس يعني ابن يزيد الأيلي عبد الشاب الزهري أخبرني أنس بن مالك
أبو حمزة الأنصاري أن أناسا قليو من الأنصاري أنصار كثيرا قالوا وحي جاهدين يوم حنين مالك حنين دقالك حنين سنة سديدات هجرة دعي بعد فتح مكة والقرن إيسان ريه غطفاني ريه وازيني قليه ريه ثقيف يا نبي قد أحمري قالوا وحي يوم حنين مالك حنين حين وقت أفاء الله ربي أسوع إليه على رسوله رسولك إلهي من أموال من أموال هوازنا حوله الري هوازن ما أفاء وحسو علي أنت ذا غني ماذا في لسكي إلى هذا في بال إلى هذا سجود برنوا الله كلا قادة وحي دقال الآن لو هلين في بال إلى هذا وحي علي يقول في عيدا لو قادنا غني ما إلى هذا مرنا رمان وحي حوله قال إلهي ككين دقال لك قادة أما يكب قدان يحب الله لو هلا في بال لسكي إلى هذا أصل كيدونا ومن فاية في أفئا ورجوعي أدقرنا إيسانا وحان لقوة ضدك البشرية بن آدم كأصل وحاو إيماني إسلام بأصل وأها كفر إيو شرك وطاري وكسو الدرية أصل وما أهي هانتذن إيو وحان حولها نعمة الدون كان أصل وحالوكي إن إله عبادة الله كالميستو وحالوكي وحي أهيد إن إله عبادة الله كالميستو إياك نعبدو وإياك نستعين وي إن إلهي لا عابده نعم كادون كدغي خوله كوكيهين لو كالميستو لو ادكسد إلهي عبادسيو إسلام نمد يا تعالى لو ادكسد قال كمرك إلهي كو كفريي أصل ما أستاهل وي نعمه إنه كو راحيستو أو كو دنا غار مالك المسلمين تو غول لافتن كهيلان وحي كدغانتاي خولاي المسلمين تو مدنايين أصل لا يغو لهايين أيو حق در كو هيستاي حدو س إلهي كسو عليي ولا كغا سو عليي غنيميا ودي دغا مركب فيه معاني سواسدة إن أنزل المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حديث قدسية ونبي إلهي كورني إلهي حويلي مالك يهانتدا وحان أكيني الله أبوري صلاة اللقوء إلهين اللقوء عابد نك انتو هانتي يش إلهي كعاسية ما أستاهلو لكن سكبوا بمهاي طريق شرع لقاق قادة هيا عرب بركة لقاق قادة ويكوكي هاي جهات كي إيو غني مدى مركب لقاق قادنا وحولنين حق دركاغا هستيو إلهي قعنت هذا كسو عليي معنى هو فاندن في اللويل معنى هو سيدا قالوا حدا يوم حوين مالك وحوين محيدا هذين حين وقتك أفاء الله ربي أصور نقاي على رسول الرسول كيسي دوشي سأصور نقاي ما أفاء وحسو عليي أو من أموال هوازنا ريه هوازن حوله دي فطفق رسول الله رسولك لو حوق ذق علي أو أب الله بلغوضة صلى الله عليه وآله وسلم يعطي إنه السين أيه رجالا رقوا من قريش قريش كترسا المئة من الإبل بقول قيلة هانت إذا بطني إذا صور نقطي إيه مال إن كاس لقى قول الله فتي قال هذا لقى هلي دي بيك إسلام يدوناني يا نمان قريش يدو أغاسي أها أو نبضونا أها أو ملاقيا أها ونبي بقول بقول هلاتي مئة من الإبل هانت إذا مال إن كريها وازن يقوليه الله سعودية كلنا لقى هلي هانت إذا بطن بيهي دمركي عرورتا محابيستي لغا قبتي لحكم بي آية صبيغا السبايا ومن النساء والأطفال لحكم أو روح بي آية ورقي دمري عرورة هنتي ذا قيلي مالكا لغا قبتي لباتاني أفركون وحلات بي آية لباتاني أفركون وحلات ياك عانتا لغا قدقاي أدوغو أفرتاني يتشب بوا أفرتان كون يتشب بوا أدوغو ده في ضد الله جه لي أفرتن كن أو قيادات بالغو قياسي وأفرتن كن أو قيادات هل كأو قيانا وأفرتن درهم كله في طوال عقد وفربضن أرجونا أفرتن ما ضحك أفرتن كن ويا دو حنك الله قدوب أريا كما الله يا أفرتن كن أو نف بانك الله يا قيلونا لباتني أفركن ضد كم حبيستي عرو يهوين وغنيمة الصبايات كنا لحكن وهنتدو أبض نيد النبي محمد قالوا كقبط أنتم النولاء عليه الصلاة والسلام مركا هنتدو سدا سيأهيد بقول بولك واسدا حديث كمركا إذا كيس إشكال بعدين كجيل دونا وحد مقل جريتين قرآن كنا إذين تبع حي غني موال لقيب شاو وحنا إسكالي مجاهدين تا إسكالي أربعة أخماس شان مدح با غني ما لقد يوحي قال الله هلو هل مدح مصالح المسلمين تا لغو بحياء ومدحوينها مامولي أمير كان مامولها هي ماشو دنوار كو بحينيا وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه واتقرنيس أربعة أخماس أفرت قرية صوها دوح اللوقي بيا مجاهدين تا قالوا صنكو دعانا كلس
مجاهدين تمالين كحونين لبي وطبان كونو نبي هاي طبان كونو مهاجرين أنصار ومدينة كتمت إيه لبا كونو مسلمي فتح مكة رقي إسلطغيد إسلانتي وقريشيات أها يوحي صور راعي لبي وطبان كونو نبي هاي لبي وطبان كونو مجاهد هدي لو قيبي ولباتني أفر كونو قيل أه نوال بوحاكو هكا قيس هل يتشب هل نيف إيه هل نسكت باكو هكا قي محايا إلا باتني أفركن أرجع إيه وحن يركوا إذا كده دينها يا جيل أو علوس ماشاء الله يسكوها يا جيل وحبت قد عيس ما كما آديس مر هدا يدين رها وركع أسوع لنا كما آديس هل يتشبكوا آدايا محايا إلا خمس كبحية لباتني أفركن أو نف خمس كذوا محايا وأفركن يسديد بقول النف أفركن يسديد بقول حالاتنا محمد بأمامولي ninku doono seenaya oo dan marka uu arko ama muhaajir han noqdo ama ansaar han noqdo ama muallafatul qulub han noqdo ma yifante maxay idin soo haaray 19 kun oo qaybi 12 kun mujahid 1.6 halye badan soo maad arabiye ka amarka أفر كون يسديد بقول حالات بنقبو فيها وقيبين أيها بقول بقول كرق الله سين حق الله سيني وأفر تكون يسديد بقول خمس كا خمس كا سوي كنتن أغاس باكيبا بقول حالات وكيلة يادي لو قيبين كنتن أغاس عربنا كنتن أغاس ملايانات ماشا ماشا داد كي يمقوريش لقاها لي رقان طوان رنائم بايا آي قوليه كالي عرب يا قريش كهل لها المال هاي دور يطبان كله لباتنن وبدنام بالشيء دور يطبان بين نقدة دور يطبان بين نقدة حافظك وحي أهل السير والمغازي الشيعان ودان ما صح وما لم يصح وحوله أفرتنن أفرتن هذا هذه بقول بقول الله سي أفر كوني سديت بقول ما غير نقدس نبي يقول حوصة هرايا سديت بقول وحالات قولي أمرك كمر جذي حديث كان يقصدا كمر جذو رأيي غنيمة مجاهدين بلو قيبين شري نمان كان دقيد إيه مؤلفة القلوب كا إيه بركود إسلام أما إسلامي ضعيف الإسلام كا محاب بقول بقول حكي كهله تام عنده وحوى غنيمة ذو كرك لقى قبطي بلو تبعي مجاهدين تنوال لقذي معها إيه ومحي وحي قاضها يا وخمسكي خمس كي باكبتي هي غنيمة المرك الله في المجاهدين تبني دولة خم غنيمة ما يري رواسال يطبون كل يتشجبي وعير يجي أيضا كي باب المجاهدين تعالى بيطبون كنا مجاهدوه هذه المرك هذه قد قال لما يسود عيهان تذا إيمان تقول دجال لما يي إله شبك كابد بادية ويوم حنين باكرد عضي أي هل يا نريكو جس هجاجي oday hadda la soo dumahayo hadda diinka soo galay ama wari aan islaamiyo la rabo tolki in lagu soo dabana boqol neef lagu taago meesh waxa ka soo baxay adiga in lagu qadiyay niman astahilina xoola laga dharjiya ku soo boodi macnu waa halka markay dad baa ku margaday khaladna u qaatay qaniimada qaybinteedu inay tahay mas'ala ijtihadiyya abadan wa mas'ala maqtu'a mahsuma bil adilla al quraaniyya wal akhbar an nabawiyya al mutawatira غنيمة من قول هذا أميركم اجتهادي كرو دولتكم اجتهادي كرتو مجاهد كأسكالي مجاهد كأخلد من أمرك غنيمة اجتهاد كفرانيا وغنيمة عن من قول هذا هين دولك قريها يوحي لها المالا خيبرو كلي يمكو كلي لكن حول النول ذهب يفض قيلي يا أري قواري هب هولها سي وغنيمة مقسوم على المجاهدين أربعة أخماس كذا بنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة خلافك حكجرة الغنيمة غير المنقولة هذا إلا بضاس كذا رمضان هذا يكون طالة هل كان إشكالك كإيمان يسيدة أفهم غنيمة وحيري أنك إسكوب بضانو بالأول الباكرد عاي لبي يتوانكم المجاهد سقال يتوانكم نفمل وكذا وعين خمس كنا محون نقضي شان كونو هلادو جيلا وحق عقاين اي افر كونو يو سديد بقول ايو لحد كون عروتي هوين كواقدا موكيل لعليات قرن ايسان انتي سود عوودين او سود ديبين قليل ريها وازن او سوحر نبي الله مرتبان كونو ارقى اسلام
دين كان سوق الله يدع عرتي هون كان له علي وكيل له علي نبي وصحابه الله هلي لكن وحي جيلي حنتي الله قيب سنة نبي وعلي اسمها أبو ولو قالت مع بعد القسمة تمادين قبل القسمة ضد إيمان الله يدين إرجع كفر الله مش أنت أمرك سياق قاب كونه دفانتا سيدنا دفانتا بربا خمس كم يقول نوضع أفر كون يو سيدات بقولوا هلا أرينا هدي وحكنا قوات قرنيس أرينا حكنا قنايا أفرت كون خمس كده وام سيدات كون نفسهما سيدات كون نفوي يو أريا نقول بعد كل لود دري أمرك وهاول عرس أما شنب بقول لود دري أما دور بقول لود دري سيدا أمرك وفهمه فطفق رسول الله رسول الله حق ذا قلوب بالله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي أنه سنة رجالا رقع من قريش قريش المئة من بقول قيلة فقالوا وحيد الأنصار يغفر الله لرسول الله رسول الله الله ودن بالله فيدا الأنصار يعطي قريش قريش بحول كتبعها ويتركنا نقنا ونقتقها وصيوفنا أيضا سيفها يجي تقطر أي كقب أولادهم من دمائهم ليقود أن كل جهادنا ديغا سيفها نغيبا كقوين ديغودي غورماي كقوين تاي قبل شهر او شهرين بان كولا دغالين مكه كفرنيو الين حنين وحي دبا جوجتي فتح مكه مكنو مكه كسو بخاي با هرو او دقاقي ريدا قبرا وازن طائف ودرنيس يغفر الله لرسول الله وحوار كان مركه نبي ان ومر كان سكتي وحا سدا اورنيا ما انصار بدنكيت عقاشدي ما علومديدي ما فقديدي ما وأنمان دلني يراء ويباش أدويد أم قطيبة نبيك حيوغو هذا الكتوري وأن لا يقرم دون هذا الكأسك يغفر الله الله أدف لرسول الله رسولك إلهي بدن يعني سان هبونين أي نبيك حقي بيه وأركان يعطي قريش قريش بحسين وطبقل هذا كتبعها ويتركنا نقا ونقاتك وصيوفنا أيضو سيفها تقطر أي كقب أولا يكد أيزو من دمائم دي قدان شلمك كغفر الني قال أنس من الوحيدي فحدث ذلك رسول الله أرن كاسا سبحانه الله شيخي صلى الله عليه وسلم من قول مقود وضع نبي الله وحالي والله حمان يا يو أنصار وركاسا كسو ييري نكو أشيغينا وسعد بن عبادة رواية كالعدي وقاس كريا خسرج سعد بن عبادة نبي الله تلكي وركاسا نحس عضا ونبي كويري فأرسل إلى الأنصار أنصار بن نبي أفرين دري وحور أنصار الله يكل ميو فجمعهم سعدوا أرض أنصار يكل ميو كيري رواية وحية بقوا سعد بن عبادة نبي أشير يوحور أذوق سعد محال ليضة نبي وحور سعد وحور وهل أنا إلا رجل من قومه نبي الله الدنيا تلكي وهي تلكي وركي شيئا هذا وحكره أنا وحقونا كورن ما يلك أنا وأنصار ما رأيه موقت هذا مسؤول أنا أتكت كورة هذا كم هو ناقصانه مرة هذا وركض الصبح بلشدة هذه شعب هذا لحية له أنا كل يوم أجر وجنمه الخلط ويا وش أزكي إلالي والقاضن حلك هوش القاضن هدو بأنك إيماني نا وأنك أسودن بوريارة محلي دي وأنا عيب زيني لكن هرت مسؤولية دحم بارس وعيون نبي الله أنا هدي زعيم العباد هذا هاي أنصار ما كو قبر عنها يبل وحكدها وشان أيضا فجمعهم نبي كو أرور شيء سعد با يو نبي يو أرور تاندو تاندو يو أروري نمان أنصاري أهين تاندو يسن سوق قلين برك تاندو انتو دياري أنصار وكو قوري سعد معبادة أسبوك كاني يعني نمان دور مهاجرين أيمد وكحشو دو سيد داية فريستو يجري قل يا كلايم وعلي يودي دي نبي قاعد يدا صعدوا يدك تحكى لك قلي ماي قولي أيجا أنا هاي المواليد ودي أضمي حريين ومسلمين هقوف الصحي لما ويل أما تضرب ويل وإسكو أباء أو أي أقول المبتوع عن صار هذا شيء وصحابي النعم مقرن المز مزن وكمدي هاي يا يجون يمد قريش يا اللي هذا حاسه يا أنصاري قريش ما أنصار بعد شيء ربتبع اللوية نبيك تضرب هاي أم اللحدة هاي ولا لا هاي سو هجود النبي محمد أخياتي سكمت كواجد دمر رجع عراق يا فارس يا شام يا تركيا يا إيران بفرطيئها الشهيد الجري نعمان سعد وفيري صقر وويل أبتلو هاي ما لقوا ربع ماله مركا دمر يديه ونبي قديه دونا وحن أنصار أهين مئات عند هذا فردي يا وحن نبي الله لبقو حط بفردي ذا نمن مواليد قعل كيو ونبقو حرينو هذا نقترسن يويل عند الله أبتلو نا الناس نوقة لبقو نبي المولى القومي من أنفسهم ابن أخت القوم منهم
ويل أبتلوه يهاي حق السر إلى لنت أيو حكمك وحكم باب يهري أبتجي نما يضوك حريسينا وويل كادي ضدك لما تشوغان سوما دور مهاجرين بافردية نبو فرقك قادي مركز فضلك بالله والا قرمي سرتون يا بحال مرة أو شوي فجمعه نبي كؤر رشي لأمر كسبة لكؤر رشي في قبة تنرو من أدم إذين لقسمي هرك مقارس مقار حول لقسمي فلما اجتمع عمرك كل مي أي الرين وتنرز كي مدى جاءهم رسول الله بأوي ميت صلى الله عليه وسلم فقال وحو نبي ما حديث بلغني عنكم محوية ورك إسوك قاري حق النكين ما حديث ورين محوية بلغني إسوك قاري عنكم حق النكين إسوك قاري فقال فقال له فقهاء الأنصار لو قال لك ربحها هيا فقال له فقهاء الأنصار أنصار علماء ذيبا نبي وحكوية هذه أما ذو رأينا نبي الله أنت هندي وحقرتك أهي يا رسول الله فلم يقولوا شيئا محمد صلى الله عليه وسلم قيب انت ذو حقيبي سي إن دير قرتك أيقو وكا آموسين ابن أميسان أراك فقهاء النواسدة وأما أناس منا أما هو نقدر سن أو حديثة أسنانهم دادوا يرتاي ظل يرى حديثة أسنانهم دادوا يرى وحبه ما كلا بحسن وحال سب بدن هي كحساب تمايا قالوا وحي النبي الله كواسي يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وصيوفنا تقطر من دمائه وهكا وركودي حول ما قام نمنا اللي يرى وحبه ما كلا بحسنين يا وركا الشيغي وروح قدان اللواي ما هي أما إن دير قرد كان نجي علوم ضانة وركاسي بريبان كنا فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أنو أعطي وحانسين يا رجان رقبان سين حولكو تبعون كدر جن حديثي عهد بكفر قال لما كحسب حديثي عهد أي حديثي وقت وزمن قريب عهد وزمن بكفر قال لما كل وارو الإسلام ونمنك هذا ما كو إسلام مالمو أسبوع لبو أسبوع المسلمين أما بنام بلبا فإني أعطي وحانسين يا مالكي الدنيا أسكك ويهي رجال ركبان سين حديثي عهد حلقود كدو وياهي بكفر قال لما كدو قال لما كدو وياه التألف وانا صوتهم اياه وانكو صوتهم وانكو صوتهم جيدا اياه صندريران وقال لها اياه حيوان كبو حبال قم هادية لقدباي وقدبها يا نميو أفلا ترضون أنصار ميدان رالي كن قنين ورالي إذن كو أهين أن يذهب الناس ودوك إن إلا تقان بالأموال حولا إلا تقان وترجعون الله الله بطن مكم دين الله نقون هايو إلى رحالكم سابان كيني أقب كيني قريهيني برسول رسولك لأدكو عشتان إن قريشي عربتك لأي حولي يدني درر سدان إذن رسولك إذن راعو وإذن رسولك إذن المستان ما إذن رالكو أهين وايد سيدي التألف مالك وحاكو عاد المؤلفة القلوب صدح معنا لغو الشيخة في الفقهيات مكان مريسان قل يا واد الاسلام يا اسلام كودو عردن يحي ان عدودو اتكانن او الرب اسلام كان اني كسي باقي نقدان كوبيا دغان لو سيناي خولا مؤلفه وا ليدا وحكل مؤلفه ليدا ضد اوغاسيا اما مغا عليه او ايغو مسلمين او قديم الاسلام لكن طول كودو قال لا دو لو سودمو اوغاس اما نين مغا علاه كو اسلام هاي وان في عن اسو ايمانك سي وا غنغيمن يحي لكن تلك بدرتين ان تكون ضبط او قال سوى مسلم وحولها لو سينيو وانه سو جيدو تلك ان اسو اسلامي او اسا قدغيس لا بقي انه بريقدو خولها لو دبايو وا لبا معنى معناها صدحات قال لا دون ان اسلام كسو قال ان لا سيبا كو قال او كريستيان او يهودا اما قال كلا با خولها زكاه قيب لا سين سي اسلام كو جيلادان انه سو دواادا صدح هذا معنى لو حمبارا تالي مؤلفه القلوب معانيه اقيم بدنا ان مرن كتاغني بو نبي هدا كدغي وا معو قولي مسلم اسلامي اسلام كودنا او عردن يحي او لربو ان اسلام كو سغنودان باقي كو هذا فوالله الله ان كدارت لما تنقلبون بي وحل الله بنيسن لا غدوميسان با خير كن وناغسن مما ينقلبون بي وحل نقنين ادم بن ادم كلن حلاسيه فقالوا أنصار وحيد هذا وركاسي وحبي كجرتونه وقري بلا يا رسول الله هال نبي محمد تدر هدينا رالبا كنا إن دتكو الدنيا حنقاتا نقول نادكو أن الراعدو برال كنا هاي قال النبي وحول هذا بور بيدين شيء هيا إن تنير تمات ميال قنصتي أو يدين كدنتينا
oo islaamka idinku badinayay oo qoli hadda soo gala aan laadinka ku sugnaa oo idinka aan idinku daneynay miyad qoonsateen waxa idin ku dhici doona markaan ugu dhintaa idin sheegay fa innakum idinku satajiduna wa had ark la kulmi doontan oo dheeli doontan atharatan ee xasho uthratan wal akhriya atharatan bil tahriq ya uthratan wal akhriya ee xasho shadiidatan waliba ba'an oo daran si daran oo la yaabtan ba la idinka ee xan doona أنا هذا إذا كما يحنن غنيمين وايد نسي هم سهمي وخمس كاهي أنا ومامل كيس ربي إيدي بيبان إذين دنيون مسلمين دينك سوق على يا يعني عقبرها كنا قدي أكو شو جي أو شرطة إذا كف كان سنبر عض فصبروا دل قاتوا الصبر الدنيا هو حناقين حتى تلقوا الله ورسوله إذا ألي رب رسولك الله كلن تان آخره فإني على الحوض حوض كي نقول سوق هيا حوض كي يدرك اللقاء عبايا أنصار إذن كسوغي أدونك إنت تجوكتان أي حشدة يرتا يا مامل كدقا على هذه اللي إذن كي يحضر دول قاتا هذه دينا صد ما أنت ودي دي قالوا حدا أنصار نصبر سنصبر نبي الله وان دول قاتا دونا وصبرنا أنا سو أرون دونا قاعد دون تان فلم نصبر تردانك النبي قوان فلون ويني مركي حلي قوان النبي قوشي إلا قاري ويأمري مادين ونا لقاء إحذي أن سردان ودول قدومي ده علم علام النبوة ومسألة مركان النبي كمدة معجزات كيس سيدة أشيقي بعد عوي أنا أصنع حرندنا ودول قدومي حدثنا حسن علي الحلواني وعبد الحميد الكسي قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري حدثنا أبي أبينا دواء إبراهيم بن سعد الزهري ابن عوف عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان اللي يشكر عن مشاب الزهري حدثني انس بن مالك انه قال وحول لما افاء الله ربي منك اسو علي على رسول نبي سي الى اسا مسلمين مسلك ما افاء ربي وحو سو علي غنيمه ومن اموال هوازن ريها وازن حوله هوديا واقتص الحديث حديثك بو كخيه وكقسيه بمثله يا كعينيه متابعه متابعه سو كريو هو صالح صالح بن كيسان الى يونس بو متابعينيه واقتص صالح وحوك قصيه يعني وحوك حي الحديث ابو كحيي بمثله مثل حديث ابو كقصيه شيغي بمثل حديث يونس غير هصي شانه قال صالح وحوي لي قال انس انس حوري فلم نصبر ما ننطل قارنين وان صبر ويني وقكسن ويني وقال وحوك لي صالح مركو حديثك ورينيي فأما أناس قل يصوم النبي الله حديثة أسنانهم فرق يقول حي مركو وام حي وأما أناس منا كريا كم قن أنت سكال الدوا هي وأما أناس منا حديثة أسنانهم مرك يونس عن الزهري يا صالح عن الزهري فرق يقول حي وكبير وحدثني زهير بن حرب بن أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن أخ بن شهاب الزهري عن أمي أذيركي هذه أذيركي ومحمد ويلكن وأن صمر وعبد الله ابن عبد الله بن مسلم عن أمي أذيركي وحكورا يا مركو حون متابعين يا يونس يا صالح بمتابعين يا قال وحول أذيركي بن شهاب أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث حديث كيبو كحي بمثل حديث صالح أو يونس إلا أنه قال أسوي حويلي قال أنس حويلي قالوا وحيدين أنصار نصبر وانطول قضاينا فرق وام حي ما شهر أهيد سنصبر سين كبا كم سين الاستقبال أيا كم قوي هاد سين بو أي قوي يعني لبضان طبي أو يونس أسن قوي انت سوك لدوا يا مسلم قالوا نصبر وانطول قضاينا كالرواية يونس عن الزهري ويوري وذلك كان طبي ابن أخي الزهري حدثنا محمد مثنى بن بشار بن دار قال ابن مثنى حدثنا محمد جعفر ان كان عم بكوري وهي اخبرنا عفوا حدثنا محمد جعفر غندر اخبرنا شعب الحجاج قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك قال هذا نوحاوي قتاده متابعين زهري عن انس بن مالك قال جمع رسول الله رسول كليبة أورور شيء الانصار كوري في قبه من ادم وثمرته فقال مركز النبي وحول أفيكم أحد من غيركم بيدن كجرى أحدا أنصار أهين فقالوا وحدا أنصار لا نبي الله ما يا إلا ابن أخت لنا نمي ولا شان رشين مويه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول النبي وحولي ابن أخت القوم منهم
ابن أخت القوم منهم جبر ويلكيدو تلكيد بكتير سنة حديث وحان عدي نينك هذا اللي شيء يو نعمان المقرن المزني يو رجوالي هذا وكيل الله سليمان كاسقى رواية أحمد بن عضيسي الإمام النووي يو وذات كيلورن جري ابن سود العجم وحيد هذه خديب البغدادي في فيلم ما تكون شيء إنه أسقى أحمد بابا وريه لبي طبعاً كل بقول رقم كوي طبنات لبي طبعاً كل بقول كوي طبعاً حديث كوي وريه شعبة وحيدي نينك معاون قرة لورن جري أيوة حانكوري مالك أنس مكمل قاشي أنس مالكو مكمل قاشي أسوقه له نبيه وحكوي نعمان مقرن مركو أنصار سود حيستاجي أمل لو يدي أي هذا النبي الله ونكا نعمان أبتبر قلنا هاي نمان أنصار هين أسوقهم بنوجيرة يرجع الله متكاء نمر ويجي ابن أخت القوم منهم هابو المرك حديث كمسلم أبو أحمد باوري أسوق عضينا ينو سحاب جاي فقال النبي وحيده إن قريشا مركو عذر داري أنصار فانسين يينا وجك كينا يقيل كينا إن دقيدا سينا وضونا حولها الله بضيه وفيق الله قيب عفوا خمس الله قيب شو إن قريشا قريش حديث عهد حلقوا ذات دو ولو حيث حديثوا إلا ده أي صح عيد سيد هران باللوسو يري لكن فعيل وحيد كي مادة مفرد كي جمع واسكم بيت إن جمع سنة وكوب بنانتا هاي إن إفرازنا يقول بنا في العربية وفعيل وحكوي مات مرك حديث عهد هي حديث عهد وأسكمت إن قريش قريش حديث عهد حل جدار لو بجاهلية قالم وكده وياها يو مصيبة المصيبة كده عضيو طلق وضواق عين رقيب على جل قريب على قب صدي وهزيمة كده ويد نبر بكويا له حقوق مرك وان بقدا يها إنما وايد سيده بقدا يبيقته وإني أردت وحان دوني أن أجبرهم إن أنكبه وضاوعة إترسانة يان يبربر كاقاري يرقى كردم ماضي يأغون تاسي أن أكريه وأتألف حقا أن أنصو دمو إسلام كأي كحسلا وحكا لماها أما تردولهم رالما ويدن كوا هين أن يرجع الناس ودكون إلى الله بتن بالدنيا الدنيا حنداء الدنيا وترجعون إلى الله بتن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم قريهن إلى رحالكم بين صوم الري لو سلك الناس ضدك وضيق قاذان وادي انتق لك اللغيون والبتق وكل رقاقه وسلك الأنصار ضدك أنصارنا أي مرت شعبا قول أي قات ضدك ذي تبقى كل ربع أنصار نقشة أي كبحظه لسلكت شعب الأنصار أنصار قشة مرينا يجت كي قدم بنبه وقادل هابور يعني ضد أنصار يا آدم هذا إسقبتان نبي وأنصار بنانو راع إلى هابور سبحانه عليه الصلاة والسلام أنصار مشي كتشوكتو هي مشي الدين الإسلام كتشوكتو وهي لكن واحد الدنيا ذا يقوم قيمة سنة شعيل هذا النبي محمد وحيوقي ميزانته هاي كل بدن تمر كاتاجر وايد يصير حقيقة عند أنصاري حنفية حنابلة وحود للشدين حديث كقيب طهوري ابن أخت القوم منهم هدي أهل فرض يعسب الله وايو رأبتو أنا دخل هاي ويل كدنتي يا جوار دمتي ابن أخت القوم منهم قوم كهذي لو يا تاجن ميت كدنتي رأذو الله وايو وعند دخل هاي ده رأبتي حديث كي دليل شديد شافعي ولا ده حديثنا وقمر وعيدة إن حديث وعوي حديث كم حلوك يعني مسألة خاصة وقصة أبسن حاجة طلقة يقويس كسرتوا إلى لنتو انتوضو ابن الصول بيجيو ابن البنت جوا إسكومت ويل كده ويل كده لا يجيو قبل ده ويل كده شيء إسكومت بسرت أب إلى عليان وضيق واللي بملك أبتيه اللي هو يا مرب لان كفي عن والله بحصده وقال هذا سعون يسين إسبابين يسين 1991 كي رابطيك بقى الله بحصده إن هذا يركب وهو حسابك لا بجربة وحكا حسد بدا مجره رابطيك أكو محسده لكن المديرتا وأهل حسد وحقد تقال إنه كوفانا وحكو تران مويل رابطيك ويكاقف في عين مرة بدا نهي رابطيك هدان يشو باشو هاللابنا ملك الآفة كيمن إلا هذا سوشيال ميديا واحد بخربيه وحبقا مجريه سيدوك لقاعدة أصول جيد بمشي من اسم ماسيقة لمعنى لا يحتج في غيره لا بدليل ماسيقة لمعنى لا يكون حجة في غيره لا بدليل حديث كما حلوك يعني عدثرت إن الشيء يسوء ما أنت حانت إنا يبحث لقبقها ونصرت إذين دوري إن ماذا كود احترتها
maya waxaan wiilka aan wiilaan dhalay ka ahay mas'ala waxa laga hadlayaa hawl khaas oo ansaar khusaysa ama lagu canaanan ama ay ku gar helayaan cid laga hadlilaa soo idinkun ma halkaas ay ma dhaxal ma mas'ala kale dheen dhaxal lama hadlay xifdul asrar ba laga hadlay iyo eeda ya qaadanay marka ma siiqa li macnan hadalka loo soo kaxiyay ujeedda iyo macna loo keenay iyo dan loo keenay لا يكون حجة في غيره إلا بدليل في باب الإيراث الميراث والإرث والتوريث لو كان ما أيه هول سر سياسة لك قال قاعدة مركة وقاعدة خلافية في الأصول خلافية في الأصول وإن أنفع شافعي قليها الديدان قاعدة إلا حجيستين كمدي شافعي قاعدة إلا حجيست قليها الديدان بيكوشنا في الأصول ومع ذلك هذا يجي تاقريس قاعدة هذا يقاعدة الله هي. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي العامري حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج عن ابي التياح واسمه يزيد بن حميد واتقرن ايسان بيلتاي قال وحول التابع قاس سمعت انس بن مالك بن مغلي يقول قال سوقي لما فتحت مكه 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 لفرتي قسم الغنائم غنائم تبقي غنائم حنين وياهات ها خلطمنا مكه غنيمه تدا لما قيمنين محايل هانتي لما هي القريون بالغبطي دول dulkuna nabigu wuxuu u daayay quraash sida khaybar oo ka qaybiyo dhulka makana ma qaybinin yaani dhulka iyo qaniimada qeyr manquulada ah dawladu sida maslaxa u aragta lagu qaybinaya ama mujaahidinta loo qaybin ama dadka deganaaba loo daynaya oo wuxuu dhul ah sidii sawadul iraq oo sayidina umar ku sameeyo kale oo sidii mako kale ama khaybar qayba kamid uu ka dhigay لما فتحت مكة 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 لفرتي قسم الغنائم غنائم تبو قيبية النبي في قريش غنائم تاني غنائم مكة ما هذا وغنائم حنين انت هناك خلط منها في قريش أي في رجال من قريش بكو قيبية فقالت الأنصار أنصار وحيد جري مكة مكة محالة مكة لفرتي ويس سارا يوم ويمكة حنين ولا بغزو السارا وشدون مكة إلا فرتي أهيد هوازن يحنين هو شودنا فرع بمكة كايد ساس ترتد با طبعا لو قدق ولي لما فتحت مكة وهم من بعض الرواة وإلا لما فتحت حنين ما أصل كبار الشيء طبعا ولا الراعي فقالت الأنصار أنصار وحيد جدي إن هذا لهو العجب واللي هوشا نبي أسمى وحل الله يا بيده إن هذا قيب توي قسم هذا قال نبي عقيبي لهو العجب أسقم بالله يا لا يا كلام مجر محاجر إن صيوفنا سيفها يجي تقطر وحكة بولد كدا عيسى من دما دي جودي بي كدا عيسى وإن غنائمنا ترد عليه حولها أن كهلا يجي قال لعري نمن كان الله ينيب حول الله سيري نمن كان كل جهان حولها كسر الني باب دبل يقول علي يدي وإن غنائمنا غنائم تأنا وأن الله ينا ترد عليهم أيها الوعي لي ظاهر كمرك واحد مودا غنيمة ورنم بين كه الله يا رواية كلنا عدي ما وحنا بقو قيبي وفيجوي غنيمة أيها الناس كلا يروح وذيب وحنا وذا هل نف أما الله بنف مشى ما ألف طلوب بقول بقول نف لزي بقول حالات أدني بقول حالات اللي قلتها جاي ين لبها حالات وش كده تقول هذا ده أنت حلو صوت وأنت أنا كان أنا بقول سي أنا ورلا بس قضاء حلو سايكر دقو وش كده تقول قادم ميس ولي بقى أذكر دعينا يزودين أنا وكاحي on kam mudnahay oo ninkan dhan walba aanu aan kamudnahay labada neef marna baqadeen bisu xawar ka sameeyay yahay hunguri gubeed uu yahay iska dhaqaaq marka saxaabada halka ansaralkaas wax ka raaceen idinka isku batay mujahidiinta isku batay xoolna waa yaraade saamiga khumuskaana waa bat fa balagha dhalika rasuulullah alink arinkaas nabiga gaaray fa balagha dhalika oo warka ay ansaray sheegtay dhanyarda ansar aan dhahanay أي رسول كلاه قال صلى الله عليه وسلم فجمعهم وأرشوا سكنه فقال وحوري ما الذي محيي مثك بلغني عنكم حق يقسوا قاري قالوا وحيدا هو الذي بلغك نبي الله وكانوا لا يكذبون وفرسوا الشهادة عن أنس عن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا هو أرك وحوى الذي بلغ وحيك سوق قاري والنبي الله وارون وارنب محاك سوق قاري إن أنقون صنع قيبين تضح قيبين سيها سيداوي وكانوا أصحاب الرسول وحيان لا يكذب كان بين شيء بين ما يسجد كو أن بين شيء بين آية
حقيقته سيدي تابي وشي أما قراراته أما معاناته وركه هو إلا استابسيه. وهذا من مناقب الصحابة من حيث العموم سجون أهانا ومن مناقب الأنصار وكانوا لا يكذبون بنت ما بتشري واجه وروح بتقلب كتم الآفذ ضدك في الجاهلية تولس بنت ولا جح شو نشري عابا يا ولا جزر ركتا روح بين وشيوه وحياه وحادي هذا ليته هذا نادر مقلما والله أركب وحرب نم. قال وحرص بنو أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم مولا رأى لكو أهين أن يرجع الناس وتكون إلى الله أبتان بالدنيا الدنيا إلى بيوتهم قل يقول الله أبتان وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم رأى لسوكمتي لو سلك الناس هاوي دي وانك صمري لو سلك الناس واديا دادكو هدي تقادان أو شعب أما قل إيا الله كله غيان يجحح وسلكت الأنصار واديا أو شعبا أما أنصار تقوني أي مرتو إيو قل قوني شعبه قد لبدا لابك أيما لبدا غود حيا اللي دا داي لسلكت وحان قال لها أو مر لها ودكار دقان لوادي الأنصاري أو شعب الأنصار تقى أنصاريد أما قشة أنصاريد بان يان مر لها محايا يلادتك وإيقا دوين إيقا إيقا حيقا نبقى مركو لقى الرمي وقارد ونوحي كجوابه يا نبي قابك وقوق البحيي مركي يجو عام مسلم حشودي إذا من مناقب الأنصار وي صدرت وكنبي عليه الصلاة والسلام أنصار شعيل كيد وإيمان إن لكم صدوا أنصار لدبسنا والنفاق يقالم سلف كن وحيد هذه معناه وحلقة وذا أنصار نك يقانة لبح نما نقول نبى الحكر تي أنصار نك يقانة وحنا نبي قوتره أي دين كإسلام كأوتارين أي مسلمين أوقابتين سيدنا بيقول سور دوويين لبكي كلا كل محق عنده يدا أي واحد يبي جاري يسي وقصدين كمان بدو عقد باشين عريس كي مهاجرين كي يبي المسلمين نينك جرانا يا إسلام كان تعال رسول نبي محمد الرميسان وحقوق قصبي هاي أسقوا الدروفين إنه تعال هذا أنصار نمد هذا تعيش لو حالي هذا قرب نب جاريو هبل باب بادي هبل كوات تعلاني سمع لو حايدة إنكي مقع عضا شاكتا مقشا اللو تشراه مقشا مقع عضا شاكتايبا ويحكو تاريس كبه دابا مقشا اللو رعا وحكا لسكتاي أريقا اللو هكاتي وقيل اللو مقشا وبكو شاكتاي مركا أنصار إنكي يقاننا إسلام نشعل ويحكو قسمين وشعل حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق نفاق إذن سداس نبي قولي يا هاي بناء هذا هو أبال قال أنصار باقى شيء كي نبي قرنج عليه الصلاة والسلام أنصار أبال كي لقولها ويقوتين وحي حق سارا أنا روه كلها أم مسلمين كلها ويقوتين وحا هري حق ودي أبال كي اللي يقوده أقول من مقوده كراء الله يقوده سبحانه صلى الله عليه وسلم وانيك سومر أو شايدا سكي يقاد أنصار. حدثنا محمد المثنى وإبراهيم محمد بن عرعرة يزيد أحد مع الآخر يزيد أحدهما أحد الشيخين لبضى الشيخ المثنى إبراهيم متكوي وكرني على الآخر كلو كرني الحرف بعد الحرف الكلمة بعد الكلمة لبضى الشيخ حديث كوي ورني وزيادات بعود حيوي لفظ وسكن شيخين بوكال الشيخية كان وحو شيخ كلام الشيخي يزيد أحدهما متكوي كرني على الآخر متكوي الحرف أي الكلمة بعد الحرف بعد الكلمة. قال وحيد سوى ذكرة حدثنا معاذ بن معاذ العنبري حدثنا ابن عون عبد الله بن عون أرطبان عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس من وجد هشام هشام بن زيد بن أنس أبوه قال له يا هذا أنس بأبوه ويلقي أنس زيد بعد علي. قال أنس وحيد لما كان يوم حنين مالك حنين مركي لقاري أقبلت هوازن أوازن بسوقة بشصور دقاغض ويرك سوق علي وقطفان رغ قطفان وأنا من رب بني قيس عيلان ورب مضر كوي ما دور عدنانين وي اسكدوا يو غيرهم غير كود وثقيف يو أنا من رب بني هلال أورنج رئة يعني هوازن يغطفان يو هي ثقيف يو أنا من رب بني هلال بطنين أيا عيدا صوت مي مسلمين تأنا يمرك الله دقا لما نقو أنصدي محيلا سوى قابلين بدراريهم محستو دي عرورتو دي هوين كودي يو نعامهم قيلو دي حولو دي نين مالك بن عمرو لا يدال وريها وازمركا اوديو اها ايا تاغنا وبقرها درود ابن سيمن نكلو رجل مصيبه وبقي لباتان سنه جيره
oo aragii gaabiyay oo maskaxdu dabacday oo taladii laga xagibsanay waa jooga markii marka la tashanayo dalalka laga tashanayay ayaa fadhi la amaamuday geed baa la isku yimid xaajidi baa la gorfeeyay durid ibn sama wuxuu yidhi annamayo muhammad iyo raggiisu carabo dhan bay soo leefeen meeshuu deganaa baa loogu tago waa la kari waayey dhowr iyo toban kun mandur fariisino waa laga samrayo maxasaab maku maanta yimid oo afku marshay marsaday tolkii baa la socda ansaar iyo wiilal hoogii muhaajiriin waa wataa suuxna u kala haro rag soolama ah oo rumaad fardoolay seeflay waranley ah aan genginno sab koran aan geyno caruurtii maxasta iyo xoolahana aan bajinno hala fogeeyo si hadhow haddaynu jabno wixii soo badbaada wixii ku noolada u helo caruurta iyo haweenka iyo xoolaha oo la fakado odaygu oday musiibo waa taliyay waa laga diiday maxaa leeyahee udubkiiyo kabaalkaan ku dagaalamaynaa baa leeyahay wax noo kala hari ma jiro maxasta caruurta geela haweenka saf koran geynayna nin walba inuu caruurtiisii iyo islaantii difaacda la rabo wax la carari waayo annagiiyo muslimaanta waan kala baxaynaa ninku hadduu haweenkii xoolihii meel kaga soo tago uu baqan uu carar hadhowbu la car waa inaad waxaad ka carartaba lawa iyo waxaad u carartaba bas wuxuu yidhi hal mar baa hal talaa ii dhimane waayeel baana waxma haye waxma arka haye isaara ritiga isaara aan faraska isaara meeshaad ka dagaal geli lahaydeen iyo aaggaad xidhan lahaydeen iyo goobtaad ku dagaalamayeen baa idin geynayaay ikaxayib asagoo indhala baa lawa xaggeed marayna meel hebla xaggeed marayna meel hebla halkan degab marka loo sheegay meel musiibo ah oo laba qow dhexdood ah oo jaqati ah oo cidhiidhi ah oo leebka ninkuga halka un kaga dhici meel loo baxsa aan lahayn buu dejiyey hawaasid muslimiintu say u socdeen niman un dagaal taf u xidhanyo warma ka soo jeedaan iyo leebab bay u galeen oo meesha lagu jabay xoogoon la ismahadiyey ilaahayna ka hadlay subxaanahu wa tacaala odaygaasaa talaysi la diiday maalik bni camr annasri warkiisii baa la yeelay waa ka marka isagu muxuu yidhi wax inoo kala hadhi ma jiro udbahan la baxaynaa dheri xataa ka tegay mayno saf koran wada geynayna war caruurteena difaacda iyo xoolihiin raggan iska dhacshay warkaasuu keenay cawf bn maalik aqbalat hawaazin hawaasin waxay la soo dhaqaaqeen iyo waqatafan ree qatafan iyo waqayruhum qolyihii xulufada la ahaaye ree thaqiif iyo ree hilaal ah bidararihim maxastoodiiyo makastoodiiyo wanacaymi xoolahoodii geeloodii wa maca annabiy yowmaidin nabiga maalinka waxaa la socday calayhi salaatu wasalaam casharatu aalaafin toban kun oo muhaajiriin ansaara wa maca waxaa ka ola jiray aulaqaau nimankii la sii daayay ee intuu nabigu qabtay maxaad sugaysaan maydan laayaa maxaad iga filaysaan nabi allow waxaa tahay de kariim ibnu kariim inaad nafasaxdo iska kaya cafido ayaan rajaynaa idhab antum tura nimankii lagu ooyo laba kun ah toban kun oo ansaar iyo muhaajiriin iyo saxaabada kale ee muhaajiriin ansaar ku xisaabsanaa ah iyo laba kun oo muslimatu alfatxi la yidhaahdo wamacahu aulaqaa waa jamcu taliiq ruuxa laga sii daya seeto ama dabar ama xarigu ku xidhnaa ama meelu ku qabira laga sii daya aliiqa la yidhahdaa uliqa saraaxu sumayda ayoo leh ayib wamacahu waxaa la jira aulaqaau jamcu nimankii la sii daya intii gacan lagu qabto nabigu maxaabisan u qabto uu cafii jiray nimankii baa la socdo laba kun ah faadbaruu canhu laba iyo toban kun nabigu waa ka dhaqaaqeen faadbaruu waa ka dhabar jeediyeen waa ka baqdeen canu can rasuuli xataa baqiya waxda ilaa nabiga keligii soo haray in yaro ansaara iyo muhaajiriin aan badnayn oo cabaas ka mid yahay iyo rag ree bani haashima baa nabiga ku soo haray anasna maalinka nabiga kama dhaqan ilaa khaadimkiisa buu ahaa xataa baqiya waxda ilaa uu keligii soo haray safkii hore qaala anas wuxuu yihi fanaadaa yowmadii nidaa-ayni nabigu maalinkaa laba goor buu nabigu dhawaaqay buu yihi lam yakhlid uusan dheehin ku darin uusan ku barxin baynahumaa bayna nidaa-ayni shay-an hadal kale nabigu midigtuu firiyey waa dhawaaqay haddana bidix bay waa dhawaaqay labadaa dhawaaq dhexdooda hadal kale muusan gelinin buu saxaabigu ku leh lam yakhlid muusan ku dheehin kuma barxin baynahumaa bayna nidaa-ayni shay-an qaala anas wuxuu yihi faltafata labadii dhawaaq buu kuu sheegahaya faltafata nabigu wuxuu milicsaday can yamiini dhankiisa midig buu firiyey faqaala wuxuu yihi yaa macshara alansaar
أنصاري أنصاري إذا أول فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك أنصار مكلي أنصاري إذا أول واسدي يا أصحاب يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة هبر وعدك جباود مالك وي بطنيت لكن هذا اللي أهريب وقال الله يا يقال الله يا صحابي لبيك يا رسول الله بيدي نبا لو كأجيبنا يوانك أبشر بشاريسو بنسق الله ونحن معك وكل جرا قال أنا سعود ثم التفت عن يساري لنك بدحوا تنفر صوبانوه فقال يا معشر الأنصار لما يقرب يويرها يا أنصار بويرها يا قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال وحوله وهو على بغلة بيضاء وهذا من شجاعته نك مركو ربينو دقال ديار ويهي دقال كنا لقف الشجب يقول بأ إن الأفق حقوقات إن أربقة توا لقفشة فرص ديرية هل قريبة للرادسة وهذا هذا تبطاط قبقته نبي حزق وطال بقل بقل دقال الله ما تجاهد من دون هذا إنه بحث دعمة عرارة كنت جلها هي بقل ما كعيسته نجلس الطريق وهذه الله شبيه هذا الله شبيه دنا أنكلا يبغى حقوق عيس ده دمير يا بقل وركينا الفاندين بالربا وهو على بغلة نبي بغلب صار بيضاء عط فنزل وكد جيبا أيدي بكسي دجا النبي صلى الله عليه وسلم حرة أمرك من رجع دجا الجليو وإلى ورد قال لما حقت بقرة إنسان فنزل فقال حرة أنا عبد الله ورسول ضد أن يدك بغلة أم الرسول كإلهي أدون كسب الله فانهزم المشرك وادو قرن إذا قوش قصة سير كتكمر تين بغازيد النبي تعرق هذا يمرك يسوق مامين يكش شاهة الوجوب أنصار بوئيري يا أصحاب سورة البقرة منك القرآن كي يقاني بوئيري يوم الحديب الرقي بلانتا قالي بعت رضوان قالي بوئيري أصحاب الشجرة إذن مركز النبي يقول سورة مدي سيدي نيف حولا أو الميس لقد واتي سعوي نحيو الميس الرواق بصدي مرقاقه سوق الدمين بوري فودا لإسقليي مقاسو نبي يقول سكو ديري بقاشو فيري كاسو الآن حمي الوطيس نقول كرجل سلوكه هي اللي بحيس عونه هي يقول هذا يباش كلاتي وسان ربي وحركت بق واتشبين قالوا فانهزم المشركون قال ذي باتشبي وأصاب رسول الله رسولك يوحوها لمان قاس غنائم كثيرة أنت أظفر بدن فقسم في المهاجرين مهاجرين بوحسي معايا المهاجرين لصي ومذين مان قال مهاجرين عليس بيكو آير حق أدوية علاب أنصار بيتول صار رأيه رجل يربع وحيل عرف الله بحي أنت وضب ضنا فقراء إسكاب بضناية وحوم فيل وحلق سيو ومضي مهاجرين وحلق سيانا أنصار بيدنا طاي عليه إسكاب لقى قضايا نادوكم بنا أمرتكوا هذان حوم سيو وبنان كادو جركريستو حوم عرف الله بحو ما لا وح كتر مسنا سنا وحتر ساسون المهاجرين وعسي إيو وطلقاء نمانكي حبس قال لقى سيدايا الله بدكون ركمة ده ولم يعطي الأنصار شيئا من الخمس شيئا من الخمس غنيمة ما ولم يعطي الأنصار أنصار موسى سنين شيئا خمس كحكم موسى سنين فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا قروي رجل من قرب مكتوها ويلي شيء ركوا قربي أنصار وحيدة هذه أنصار محل قتري هذه عادة القرآن وعادة الشريعة وهي هذا القهدي بر أي هذا وأنا وأما أي ركز فلو أنت إنك أنا أيضا ردنين أما الهوست وقت شحصا كل يوم بالدين ترنيا يدك حرة أما جماعة أما قيس أما رك إسكش هول كده حيسا إن با برا وكل واقع واحد يستي أنت إنك لو واقع مستي يدك كهل لك راه محلك سوق هذا يا إن أصله وطن قرآن كسياس ويقانه قل فلما تقتل الأنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالغير يهود نبي قال لك يهود دازنا لا أيجا ولا أبا ياشد ولا أو ياشد إلا أو شنال الأنبياء اللي حفظتم أنبياء ما يسندل ما يسرق بأنبياء لكن أوجو يصدونات دم بو قلي يدي بو قيستي بأمن كرهالك ينا وجحنا يا وقف أن تمايا إلى أمرك الحكي قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نبي الله صالح هشيسي نبادلي في صحيفات قرنيسا وحاوب بحي ذاتك نكو أشهر بادنا عارم شرير هشا أساق أدلي لكن قومك قوم صالح هالي بيكا هاي ولو ذا تيري
فعقروا الناقة له فعقروا الناقة وعطوا عن ربي عن أمر ربه هش هل نبادلها دوو إلى أن يحول كل وذواه هش وبغنو قويه لماذا وقاضيه قاضي يا قريه ويقان السماوية قاعدة وقاعدة مضطردة هدو كله أنا محان أيدي أنا محان محاي تمركو يعلم هذه عودي هوي أما أكبر النقوي ما ورك سداسوي القرآن كسداسوي يقان هذا يا قادة فقالت الأنصار مركي لقرن واحد نبي الله ونمن أن أن أقوم بناء ما دنا يرى يا حقوق ما ما ورك هالشيء أم أنا وحمان ندين ما قبتن بطل يعني وحدين يدك يا عم ترى هذه ورك محوس عدا فقالت الأنصار أنصار وحيدا لأن إذا كانت الشدة مك إيشو ديكتوي إيشو مك ديكتي الدجال يو لبي ما دو فنحن ندعى نجنا لويري يا معشر الأنصار وكنا بقعد على هابيده وتعطى الغنائم وحنرضي وحماشة كسب بحياة نو أن حكوك ينينا غيرنا والله سينا يا بيده دبها دوي ما دنا جن لوي واحد دف أنا ملك الله شو بي فبقولني ما بعد إن دب كان هذا الغوير دف تنا تتكحوا ودنا يا دوينا حنرضى إن الله سيا وشحة مركو واسدا نيجي قيل شو بها يا دكتور إني شقي بتكلي دتان مركو معوري مركو حيرتة وحمي ناقو حاب تولد يجو حيوك بدنا حربه هذانا أنا مبوي حرمبو قيل هل بش قيل بشوبه يا عيال كشوبه يا حوري مركو حيرتة هذا أنا رفضها هي بشوبه هي وكل هذا هي وإذا أنت كذي ما أنت ولا مركو كلام دل تبه هي ومرجية ذي سدو يقلفي مركو حيرتة عاو دل مدانا حوري حمي ناقو يا حاب تولد حاب تولد إن بدل ما ديك شيء وحلي هذا ninkan reerka dib mooyaan dheef oo joogin in la yaalka iyo to iska xaragoodo macawista halka ka xidham marqsaarka iyo miiqa dambe ka xidho iska xaragoon oo shoolaha geysan oo iska shalaysan oo iska jaran meelaha hoos galbeedku iska jooga odayga waayeelka in reerku xuq qabanaynin xirta martida mudanaha dadkaas xabtuul waa dadka uu culays reerku ku haye aan birmanaynin in xoolaha raacaynin in shubaynin إهدي الغدر عوان دعينين هدوف كذا أن بادي دونين كواسم حيود غني رمي يغني حاب التول حيود هدو حرطو حمي الناغو يحاب التول يغو حيوك بدن بور قيل أمك عوار دي المضو إيه قاعد ليش ليس أرد نرقه يسود دين وقوان هيا نعانها إيه قال شبان حربه هذا بور إن لقود دقال مهاشن ما أنت عن شبه يو بادي دون كذا دقاله هذا دقيد هذا هدي لقد قد دقال لن كذا يغو حيوك بدن بور محو شيء إنك أقوبني مو شكت إنه دب كان ديار وياي هم دافتنا وودين هادات كان مساكين تو وديني نفس الشيء ويا هذا شو النبي قسمي فبلغه ذلك أرن كاس النبي قال صلى الله عليه وسلم فجمعهم حكور في قبة تندو سكوك كياني فقال النبي محور عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار أنصار كلن كذي معشر كي انت من محل وان وطائف يا جماعه وخ كدخيو ايا معشر ليداه ما حديث وري محويها اي خبر بلغني سو غاري عنكم حقي نفسكت وامسين مر لباد من نبي عشاد الك وامسين مركه صدحات بي جوابين يو نبي جواب ايها الله فقال سبحانه وحيري يا معشر الانصار اما ترضون ان يذهب الناس مو اذا رال لكم اهين أن يذهب الناس ودكون إلى تجان بالدنيا الدنيا كحيستان وتذهبون قد إلى تجتان بمحمد صوباني صلى الله عليه وسلم تحوزون ويدن كو كعشنا يا إلى بيوتهم قريهن حوزد وجمع جمعوي تحوزون أي تذهبون به أو تجمعون به وي إلى بيوت قريهن لا ليس قالوا بلى يا رسول الله رضينا نبي الله هذا لرحال وان كنا إنا يدكو الدنيا قاتل أنو نبي محمد أن قريهن كعشنا قال فقال النبي وحيري لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار وادي شعبا لأخذت شعب الأنصار مركلا وحقال النبي لهذا روح أنصار بابا نقول لها ضدكو صد أفرقاب لغو أبترية أفرقاب لغو أبترية ولغو أنا يا نال دلشو إيه ضل هي مذهب هي حرفض هي مهارات أفرطاو وحاد كشا قيسيات وشو كله جرت والغو تيرين كرا
shaqadi baa lagu tirin bazazi baa lagu oranayo wixii aad qaban jirtay baa lagu dabaq baa lagu oranayo wixii baa lagu tirinaya saliid la lagu oran kawaan la lagu oran wixii aad ka shaqaysaa lagu diraya waa xirfadi waa lagu waa lagu nisbeen waa lagu abtirin waxa kale lagu abtiriya madhabki wax aaminsanta oo aqeedada ah shaafici baa lagu dhii hanbali baqdadi jahmi zaydi shiici sunni baa lagu oran midar saddexaad waa dalka degantay waa baladi بغداد نيروبي غارسي ما شهد انت لو تيرنيا ليغي مايو تدكلنا وا دلاشو ما شهد كو دلاتاي ريركاد كدلاتاي ريركاد كو دقنتاي او لو تيرنيا كا دلاشدا ايا وخا كميدا عند العرب حلفي كميدا نبي مركو خوله ياهي انصار او ما دلانيني حليف بار ان نكون لا نينك حليف يا لو تيريا انصاري بنو نكون لا لكن وخا يدي ده مانع وا الهجره وان قاد دونا الهجرة قاردونا قال هشام وحوري هشام بن زيد ويهدى فقلت وحنكور أبوي يا أبا حمزة أبا حمزة وكنيد أنس بن مالك وهشام أبوي أنت شاهد ذاك ماذا قبتوك مالك النبي سيدا أهلي أنصار الله قرمي قالوا لنا يوحى سميين قال أنس وحوري وأين أغيب عنه حق النبي كان مغنانية نعم محمد تقال قلي قعن يرانو حقين كوارانو هو مجوكت معيت هذا هو اللي رموكت حدثنا عبد الله بن معاذ وحامد بن عمر بن حفص الثقفي ومحمد بن عبد الله القيسي قال ابن معاذ وحوري حدثنا المعتمر سليمان عن ابي ابي سليمان الطرخان التيمي قال سليمان وحوري حدثني الصميت بن عمير السدوسي عن انس بن مالك هذا الصميت بوح متابعين رد انس حديثك قاداني واتقرنيس قال انس وحوري افتتحنا مكه مكان فرني ثم غزونا حنينا ثم توشوا كل بعضي روايه كوردن تن هذا كف فاصل مكان نفرنا كدبن وحن كدول لبعد فتح مكه حنين بان كدول فجاء المشركون ومشركين تي وحي مادين باحسن صفوف رايت في الدنيا ابو انس انت ان ضيال تغهي اما ان ور مقلي لينك وحي اسو سو دير غريين سي ان وي لو دير غروبين اوي مصيبه بقول لا تنجرا كشي كتليه داوش فجاء المشركون قالوا وحي ما دام باحسن يصوف لا يمنك وناكسنا يا ديار قرو رايت ان اركبوا قال حري انس فصفت الخيل فرده بها الله صفي فرده يعني فردوليدي بها الله سهر مريي ثم صفت وحال لينجريي او ليمي المقاتله رجل ورنها ورنها كدغالمي ليف كدغالمي ثم انت كدب وحال دبا دغي صفت النساء من وراء ذلك عرتي ما حسيت بها ذلك فردي بها الله سهر مريي كدبنا رمادي رجي افنت رجا تانكي ولا زور مري تانكيش يقول لك شانا كدبنا افنت رجا يا صفك الله غادي صفك صدحات محسي عرفت عرفت الدفاع على الرئيس نينك صوب بقى عرفت يا وينك بوزي يا الله نينك رجا وحكى صوب كعر اسلانتي عرفت يا عار دقاق ما يقول هل كان بلو قدلي ما دقاق هاي هو انك وقود الله سعقد عر حتى بيكون مرنا يعني ثم صفت النساء هوانك بالالانجرية من وراء ذلك أرنك قداش سو فرضيه رجع إذا لقدم بس هوانك يا قاسي دنبي ثم صفت الغنم أرنك بالوحجي ثم صفت النعم قيري بالوحجي قال حول أنا زنت وقال قبل كود دير قروبين ونحن بشر كثير أنا وضع مسلمين ناينا ضد بضم بأنه هم مالك أيضا وعيدين كود بضنا نابقوا كانوا قد بلغنا وحان قال 6000 ووهم من أيضا 6000 وهم وهي الله يطبون قبة آية وربط عمرت 10000 أن مرين وعلى مجنبة خيلنا مجنبية مجنبة عيدا كل لبض 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 ضرف بوليه أما لبض قرباب أما لبض نعب بوليه ما يسردنا زبير بن عوام بعيدا كل قامني ميدك تنفردها كدك الله يا خالد به قامني خالد وحا لو يقان انو هودو اولي دغالكي غوشا ميدتا لمري مرك تينو حما ان فيين وي مركو ريسي هوشو وحا لو توسا يا صحابه لو توسا نبي محمد الى اوغما هيلين قالا موسى كو جبنين بكثره عدد وقوه عدد يا نصر من الله وي الا موقتاي كفار قريش وحي دي كيرين قولي اسلامي قريش لبد كنا هادي قران بنا كو هرتاغنين مر هدان اسلامي بني ادم صاف هو فيري غرام مشرو يقول صعوده يا هرتو الله بقضي يقول انا بقاها بلا بيم
waan iman baqan jiray nabi maxamed horan uu meel soo saaray muslim ba soo irmaanayay wa ala mujannibati khaylina fardulina dhinac codana waxa hoggaaminayay dhahayn khalid murid al makhzumi mujannibada wa al janib al yamin ba loo jada banka midig waxa ciidanka fardulina hoggaaminayay khalid murid qala ana suhuri fajalat waxay gudo gashay khayna fardaha yagu fawarista wadadka fardulayda aha talwa inay laabanaysaba ama man galeeso خلف ظهورنا فردين نغو هريين ربنا ان اي دغال هوغاميان باو سو مج او سو وخ او غلال لا مري فردا ما حسوري لي باكور يمد واني ودا قصده وا دغيساتيني سادي مسلمين تو سو وير كو سو قادين با وخا لو سفاي دور بقول دور كون او او رماد اوديا كتلي دوري مسلم حور سيفي ورن جوجي لي بك مين غرا كدغا روب كا كدغا فردو مركاي جبان او نوقدان افنترينا ورن كورغي سيف تمر داشين استعمال قاب قاسو دال كودجي وحال الى دري بن سما قاد 100 معركه فانتصر فيها في الجاهليه تلك واغو قدي هو اها بقول دغال بو هوغامي بقول كنو كو ادكاد مكرها وازي واتباي سامبا ميسن فيليني واول هزيمه الهوازن في التاريخ باليدا هو شاول سالم ما dagaalay reeh waazin galan ay ku jabaan dagaalka ugu horeeyay weeye maxay dadaysan la dagaalmi jirin he bayse helen muslimiin ay u meey faraj saarad ko arab kale isay jireen boqol dagaal boo gaamiyay qoligiina uu ku guulay waligi ma jeemin baale durayda muslim marka ninkaas uu shaka tali kaartay san dib badan bay noogistay laakin aakhir waan ku biya keenay dagaal waa gali dambe فرديه مركي اسم مجير كاس مجير بقشة اللي بينها فرس كمرك صور ضد اللي بينها لقى قليل محصمة على أركي ماي فارس كي بيكون دعي أسقى بيكون دعي مركه والنقاني فجعل الخيلنا فردها نجا وحي جدا قال من بالله بين تلوي إن الله بانيش تلوذن الرواية آخر ذي أي مجن قال يسخال فظهور نبر كنا جداشيس فلم نلبث مانا النجاني وحير بمانا نشوجن أن انكشفت خيلنا فردها إن يتشبع أن انهز مدوي فردولي إنه جامن يزي يا بتشب طيبة وفرت الاعراب الرمي نصور راعي المسلمين تاي دغال كوجنا ايغنا وا عره رمي بقا ديره وي رمي هاد موقت الاسلام كنا ادو من فاهمين ميل لو كان يمد خولي اري رير بو كسو تاغي ميل جوغ خولي ماشا بلايده كا تاغدا رير كاد اسكا عار وفرت الاعراب رمي غير وا عره يا ومن نعلم من الناس اذا ابن هاي ده انا سو سوقف اذا لو غير وا بقدين يو جيدا مسلمي فتح مكه نمنك لو كنا أنا وعرين بول يومن دول كنا علمو نوجن نين نو المدير تأيان وأبو سفيان نكل رنجري من حارث عبد المطلب صوب مارن مع عرين ووه البدر الري البدر بل زادر تسونا ذو حوي ما كان مسلم تقال الله ما يا ولا إسقرانا يه وقبائل اللي زيقانه قيس قيس بالله لا ينكرين يا هوي وهل كان كتقال قال اللي هاي دارو ذو كان كتقال قال إساق وصفقة حق قال أشراف دنكا كدغال قال لا اسكو قسم هاي فرقين فانت مرمينية إلما أدير ويه البدر وإسقاضان داوع وكال عرر مايا دال لكن رب بيدوي رب كو يرحم وري ركس مايو يري نيرو بيقارس مال اسكو كنتو هين ملقا انبا قيلي نيو الميل بكبح السنة وامعي نيو والبائن وكوه استقالمو عيدا كا هين الما أذيرتي تلكي يجا يا عزقران معايا لي الما ويستقانان ويا استلاين قرين أنت جيسياشة ويا قانان فولي أنا ويا قان نك السرقال كسات كلا قد يجي ويا قانان نك عانا يديها صور دعم الله دي أدو دخل متق ويا يا عزقان أدو لكن هذا سكوك حلقة دو ديري دارو دي أشراف يره نقول بس كوك أنت إيه نقول بحسك دي هيا إن اللي بحسن كتابة جيسي بلا كرنا عوي oon boqol wadoog la xayn buska dhiga hadhawno baqan hayo ku jabin ninka array maxaa ka hadu adu manaf isbiraad wada taana arbadi wal buliga lama yeelo marka nabiga waa diida calayhi salaatu wasalaam ansar lain bay galay isaga isqaan muhaajirina labada kuuna fathu makkah goonow ay socdee reemiga goonow ay socdee idan waa la jabay sida ogaada hata ma aha qabyaalad waa siyaasad dagaal weey ciidan kullu isku ma qasay boolis iyo hangash iyo military hada ma keenyo kale hadaad keento AB isu keento ii sheegay military meel wada geysay maxaa soo cunay
ciidanka Britain-ka iyo jeelka iyo ku islubti wada wadada naga adka saacumbay socoto ku dhig jiray kuwa kale suma keenay wuxuu in la kala duwo meeti la isku ma qaso wadaado waman ta'lamu min waman na'lamu min yadan ognahay intaas waa iska kaftan weeyo waxa weeye wixii is qaadan kara la is raaciya wixii silbay qaanana waa la isku duwi sunaduna waa sida qala fanada rasuulullah suuga baa dhawaaqay markuu la jabay ee arkay in la kala baxay فقال يا للمهاجرين يا للمهاجرين وكل قوي نصوب يقول قصة لك أصل ونداء استغاثة وهي والمهاجرين إذا أوي وهي يا للمهاجرين يا مهاجرين سيلو عرق كرا بلن قولي كتر أنصوما يبعق قولي ثم قال نبي حولي يا للأنصار يا للأنصار والأنصار إذا أوي والله بذي قرب النبي وكتاك ناوي عيدا كيسو قال أنا سحولي هذا حديث عمية هذا حديث عمية انت تنب جمله عاميه اد با لوغو رفاد معاني بلان با لوغو شيغ لكن سد اورن وعاوي انس قصده او كا ورامي قيبنا غوب جوق بو اها او اسغا تاغنا واركا كا ورامي قيبنا وحا او شيغ اد رياشي او دغاك لا جوغي لا عيدن كو وابدان ياهي تب كو وابدان ياهي وح نبي لوغو جوابي اي اريده سو بخاي قيبنا اد واد مقلو واد ارغتا قيبنا عيدن كا درفتا جوق كو شيغ عيدن كا دنبيه كو ورامي بنكا رغي جرا كو ورامي لبدي عمر كو اسكو دايا روايه اي مشاهده اسكو دريا انس hawsha hadda soo sheegay hore wuxuu ahaa riwaaya aan mushaahada wuxuu asagoo arkay goobjoog gaabo inuu soo tabiyo huna waa maxay akhbar wuxuu arish u sheegeen bu qaybta asagoo uusan arag baa uu ka hadlaya hada wuxuu dhigay hadithu ammi ay hadithu aamami wa umumati ad riyashi hadithka ii sheegayna waa ka qaal wuxuu qulna waxaan dan ansaarna imka nabiga u jawaabayni labayk ya rasuulullah rasuulahu ku ajibnay قال حرف فتقدم رسول الله سقيبا هرم روح إذن كي قال هرم قليبا فأيم الله الله قد أرتي ما أتيناه وما نتقين بلو ما نقارن بقال ذي هوازن حتى هزمهم الله إلى ربي كبير دعاء النبي يا هبار كي عرضوا قصة يبا إلهي إن رهدوا كشو بي يوغا سقاوا الرفا يالوتو وسيبت لقل الدان قال حرف أنس فقبضنا ذلك المال هنتدى أيضا أنك عمت قد قلني ثم انطلقنا وحن رقاقني إلى الطائف hantii nabigu wuxuu kaga tagay jicraana ma qaybinin maalinkiiba okay daif aaday muxuu daif ka soo laabtay iyo nabigu jicraana hantida ku qaybiyay subhanahu wa ta'ala thumma dalagna waxaanu aadnay oo u dhaqaaqnay ila daif daif baanu aadnay faxaasarnaahum waan go'doominay waan cuna qabatayney 40 ilaa 40 habeen thumma rajacna ila makkah makan u soo laabanay fa nazalna waanu dagnay qaala wuxuu sahaabigi faja'ala rasuulullah sulhu wuxuu guda galay بعد مكم مكان نبي قلت جاي أيها هذا نصول الله بتجعلنا يمت جعلنا كو قيبن دون حوله فجعل رسول الله يعطي الرجل نبي حب الله بأنه سين يونين كم إذا قريش أما مؤلفة القلوب كي المئة مل بقول جيلة ثم ذكر وحوش الراوي مطابعها باقي الحديث حديث كنت سكالو الشيخ كنحو حديث قتادة سيدي حديث قتادة وصميت ابن عمير السدوسي بأودن بيي قتادة كسيه الرياء سقونا الزهري بكسيه الرياء وابي التياح يحدثك ابي التياح يزيد بن حميد وهشام بن زيد حديث كذا كلو الشيخي وهي حدثنا يا ضمين كرا ما دوميها قال لك يا نوتشوك والله سبحانه وتعالى اعلم